أول أيام عيد الأضحى بالنسبة للدول العربية والإسلامية، وغدا إن شاء الله غد يكون عيد الأضحى بالنسبة للمغرب وباقي دول العالم. وبهذه المناسبة غادي نحاول نتعلم في هذا الفيديو القصير وبسرعة كيفاش نكتبو عيد مبارك سعيد، باش إلا بغينا نكتبوه في رسائل للأحباب ديالنا نعرفو نكتبوها. فنبقاو جميع مع عيد مبارك سعيد. كلمة غادي نتعلمو هي كلمة عيد. عيد، إذا أول حرف غادي نكتبو هو حرف العين. حرف العين غادي نديرو ليه كسرة، عي عي، وفي نفس الوقت غادي نديرو مد بالياء لأننا قلنا عي عي، إذا غادي نديرو إضافة الياء. عي دن، حرف الدال في آخر الكلمة، حرف الدال غادي نديرو ليه تنوين، عي دن عي دن عي دن. الثانية اللي غادي نتعلمو مبارك، عيد مبارك. إذا مبارك غادي نشوفو حرف الميم في أول الكلمة، حرف الميم عنده ضمة، مو مو با، حرف الباء، حرف الباء عنده فتحة مبا، وعنده مد بالألف لأننا قلنا مبا، إذن هناك مد بالألف مبا را، حرف الراء مبارا، حرف الراء غادي نديرو ليه فتحة مبارك مبارك. هنا كاين حرف الكاف في آخر الكلمة ونديرو ليه أيضا تنوين، مبارك عيد مبارك. آخر كلمة غادي نتعلمو هي سعيد. عيد مبارك سعيد. إذا سعيد عندنا أول حرف هو حرف السين، حرف السين عنده فتحة س س س، عي، حرف العين، حرف العين عنده كسرة كسرة، وعنده أيضا مد بالياء، صوت العين مددناه، إذن غادي نديرو حرف الياء. سعيد، حرف الدال، حرف الدال في آخر الكلمة ونديرو ليه أيضا تنوين بالضم، سعيد سعيد. عيد عيد، مبارك مبارك، سعيد سعيد، عيد مبارك سعيد. بالمناسبة كنتمنى لكم أنا أيضا عيد مبارك سعيد، الله يدخله بالأمن والأمان والصحة والسلامة علينا وعليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية في كل أنحاء العالم. عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير. تسلموا.